مدد قلبت الأوراق، قرأتني، قالت مسحور. صرخت في وجهي ثانية: مسكين مسحور، أخذوك من قدميك، أخذوا آثار الأقدام، انتزعوا من عقلك كل الأفكار، صرت عبد للمجهول، لا تعرف رأسك من قدميك. توزعت سنونا وشهور، واليوم صحوت بالأوراق والبخور. صرخت مرات: مدد مدد مدد، مرت بالبيضة على كل حواسك ورمتها في وجه الشيطان، دعت أن يبعد الله عنك الأشرار. مدد مدد مدد، قالت: أبشر، لن يغويك السحر ولا الشيطان. كيف الحال؟ والشيطان امرأة لا تعرف معنى الإنسان، شغلتني ذهاب وإياب، حطمت من عمري عدة أعوام، أخذتني من آثار الأقدام. يا للعار يا للعار، اليوم أبحث عن معنى ضياعي بين بيوت العرافات، وقد لا أكتشف الأسرار. يا للعار، اليوم أبحث عن معنى ضياعي بين بيوت العرافات، وقد لا أكتشف الأسرار. أي سحر؟ أي تخريف؟ مرأة تلعن مرأة ليس سحر، إنما عشق الفناء والضياع. أي شعر؟ أي تصفيف لشعر؟ ليس سر، إنما حلم مضر. من أول المشوار صارت الأحلام دخان ونار، على أوتار مزقها الضجيج، تندثر تتراخى تتشابك كخيوط العنكبوت. أو شكل حلم يموت في مخالب امرأة لا تعرف من الدنيا، في مخالب امرأة لا تعرف من الدنيا غير الانحلال. متى تصحو؟ عندما تصبح الصفر.